بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. نبتدئ. اللهم اجعلنا مستحقين من كل شكر يا أبانا الذي في السماء، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كل يوم أعطنا اليوم، واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. آمين. لك الملك والقدس إلى الأبد آمين. سويدية تروي قصة اعتناق ابنتها للإسلام. ابنتي متدينة، هذه مفاجأة، ولكن أن تكون مسلمة تلك الصدمة. تغيير الدين هو ظاهرة أصبحت منتشرة في كل المجتمعات وفي كل العصور، ولكن ربما تحمل في كثير من الأحيان صدمة للعائلة لما بنتي تترك المسيحية وتتحول للإسلام، أو واحدة تتحول من الإسلام للمسيحية. الحقيقة هنحكي عن قصة هذه الشابة اللي قررت إنها تتحول من المسيحية إلى الإسلام. وحينما تحولت من المسيحية إلى الإسلام حدثت مفاجأة غريبة. هنحكي القصة مع بعضينا ونروي هذه القصة. القصة دي بتحكيها أم، بتقول إن الفتاة هي عندها 20 سنة وأمها كانت عندها 50 سنة، وفي إحدى الليالي جات البنت وقالت لأمها: يا ماما أنا قررت أن أقول لك على حاجة أو أخبرك بحاجة، أنا راح الصبح هروح المسجد وهعلن وهعتنق الدين الإسلامي وهكون مسلمة، وده يخليني إنسانة جديدة بالتزامات جديدة، وهرتدي الحجاب وهمارس الصوم والصلاة في ديني الجديد دين الإسلام. كان رد فعل الأم الذهول والصدمة والخوف والقلق، وإنها ما كانتش مصدقة أبدا اللي كانت ابنتها بتقوله، عشان هم كانوا سويديين فكانوا سامعين عن إن الدين الإسلامي ده دين قهر وظلم. وبتقول الأم كان اليوم ده يوم بالنسبة لها كان كئيب ومخيف وكله اكتئاب، وحست بظلمة وحست ببرودة في جسمها. والمهم البنت تركت الأوضة بتاعتها، ولكن الكلمات فضلت في أذن الأم: أنا يا ماما هغير ديني وأروح للإسلام. الأم كانت بتقول إن الإسلام ده معتقدة إن هو دين عنيف وفي اضطهاد للمرأة وبيجعل حياة الإنسان معقدة، ده اللي كانت بتسمعه وتعرفه عن الإسلام. حتى لو كان الكلام ده بتقول ده هي بتقول لو كان الكلام ده خاطئ، ولكن الإسلام والمسلمين عندهم مشاكل كتيرة ما نقدرش إحنا نعيشها ولا بنتي تبقى مسلمة وتعيش. المهم الأم بتقول في الصبح لقيت بنتي لابسة ملابس فضفاضة وحاطة غطا على رأسها يعني حجاب، وراحت بهدوء وعادت رجعت بعد الظهر أخبرتني إنها خلاص أعلنت إسلامها في المسجد وبقت مسلمة، وإنها سعيدة وفخورة جدا جدا. وقلت لها: إزاي عملت كده؟ راحت ردت بنتي قالت لها: أنا عملت كده وحصلت على الإيمان وبقيت أشعر بالفضول بشأن الإيمان المسيحي. ما كنتش مقتنعة بفكرة إن يسوع الإنسان يبقى ابن الله أو هو الله، إزاي إنسان ينزل من السماء ويبقى ربنا؟ ده مفهومها. وإن بعد الموت إيه اللي هيحصل؟ إزاي إنسان على الأرض وربنا فوق؟ تخيل غريب، بالرغم إن إحنا لو جينا اتكلمنا وقلنا لو أنت فيك شوية عقل، الشمس قرص الشمس لا تستطيع أن تراه بعينك فهو الآب، هناك الشعاع تراه بعينك ولا تستطيع أن تلمسه، السخونة والدفء الذي تأتي به الشمس تشعر به الروح القدس، الشعاع الابن تراه بعينك. وهون المهم إن هي البنت حصلت على ما تريد به من إيمان، ووجدت كل الأسئلة في الدين الإسلامي. ده البنت اللي بتقول. وكمان البنت بتقول لأمها لما راحت قابلت الإمام واعتنقت الإسلام أدركت إن ده
هو طريقها للإيمان. وعلى الرغم من الفرحة اللي كانت جوه البنت، إلا إنها كانت بتشعر بقلق وحزن وخوف، وكذلك الأم. المهم لما دخلت للإسلام بقى بالنسبة للأم أسوأ كابوس يمكن أن تفكر بيه، والبنت كانت حاسة بحاجة غريبة جدا جدا مش عارف إيه هي. المهم الأم قالت لبنتها كارينا لازم تخفي إن أنت بقيتي مسلمة، والأم أخفت عن الناس إنها أصبحت بنتها مسلمة في وسط المعارف والعيلة، وخوفا إن يحصل صدام، وإزاي هقول للأولاد وأقول لأصدقائي إن بنتي بقت مسلمة. بدأت الأم تشعر بالقلق أكتر وأكتر وبالخوف، وتشعر إن في حاجة مش صحيحة بتحصل. لما بنتها لبست اللبس الإسلامي، كانت لابسة الحجاب والزي التقليدي الأسود، ولما لقت كارينا بنتها بهذا الشكل كانت بتهرب من بنتها، وما كانت مش عارفة تتكلم وتقول للناس ايه ان بنتها اصبحت مسلمة. الام بتقول انها سألت بنتها طب ازاي الاسود ده اللي انت لابساه ده، هل هو شيء مجبر على المسلمين ولا هو شيء غريب؟ قالت لها لا هو مش اجباري، لكن ده اللبس المحتشم بغطي راسي عشان اكون اسلامي مقبول، ده حتى الراهبات برضو بيلبسوا الكلام ده. طب ما انت عارف ان الراهبات بيلبسوا هذا الكلام وبيلبسوا برضو اللبس الكفر، ولكن انا بحاول ان انا التزم واتعمق واقترب من الدين الاسلامي واعرف ثقافة الدين الاسلامي. المهم الام كمان بدأت تحكي ان الامر اصبح للغاية، واني بنتي اتحولت تحول عميق، وكانت بتلبس الزي الفضفاضي الاسود والحجاب، وكان وشها سويدي، فكانت الناس مستغربه. المهم جات بتحكي ان بنتي بدات تكتسب العادات الاسلاميه الجديده، وكارينا واجهت صعوبه في قبول هذه الاشياء في بلد السويد، وبدات بنتي تلتزم بالصلاه وبكل حاجه، ومنعت التلفزيون وبقت كل حياتها الصلاة. الأم بتقول إن إحنا مرة رحنا القهوة مقهى يعني وقعدنا فيه، لقيت بنتي أول ما جه وقت معين راحت قامت وبدأت تصلي، وطلبت مني إن أنا أحجبها عن الناس وهي بتصلي، وده كان بالنسبة لي أمر بحق كأني كنت في الجحيم. ده الأم اللي بتقول كده. وفي وقت كده صغير بنتي اتقابلت بشاب مسلم ملتزم بلحية صغيرة، وتبادلوا وجهة النظر ما بينهم وبين بعض، حبوا بعض اتجوزوا، وبعديها قرروا ان هم يروحوا بلد اسلامية فيها الدين الاسلامي ومعروف. الام خافت ان ممكن بعد كده بنتها تتعامل معاملة الجاريات كما متعتقد أن الإسلام يعامل السيدات كالجارية، لأنه دينه أي دين آخر ولا أي شيء. المهم الأم بتقول كل شيء بالنسبة لي كان مخيف، شفت بعينيا الحاجات دي، ولقيت بنتي بتصلي كذا مرة في اليوم، في نفس الوقت بتقرأ الكتاب المقدس للمسلمين، وكانت بتخاطب ربنا الدعاء والتسبيح، بتكلم ربنا من القرآن وتكلم ربنا من الكتاب المقدس. طب ده هنا تناقض، هل هي معتنقة بالإسلام ولا معتقدة بالدين المسيحي؟ بطلت الخمرة، بطلت تتكلم مع الشباب، بطلت تشاهد التلفزيون، بطلت كل الكلام ده، بقت مع جوزها، وبدأت تقرأ إن في طوائف متشددة بتمارس العنف وبتمارس الإرهاب. وفي يوم بنتي أخبرتني إنهم خلاص هي وجوزها رايحين السعودية، وهو بالنسبة لها أقدس مكان للمسلمين، وبعد كده قرروا إنهم يروحوا السعودية ويعيشوا هناك. الأم خافت جدا جدا عشان كانت سامعة على إن السعودية بلد ديكتاتورية، بلد كلها صحراء، بلد فيها جفاء، وبيعامل النساء معاملة الجاريات. في اليوم ده
غادرت البنت السويد وراحت كارينا إلى المطار، والأم ودعتها، وكانت الأم في حالة انهيار شديدة، وقالت: أتذكر إني كنت ببكي بكاء مرعب إني فقدت بنتي اللي راحت بلد زي السعودية، ما شفتش في اليوم ده غير الظلام والحزن والاكتئاب، بنتي راحة لبلد الظلم والظلام باعتقاد الأم هذا الكلام. وبتقول الأم: كانت بنتي ووزها بيحاولوا يقنعوني إن أنا أخش الإسلام واهتم بالإسلام، لكن كان ده من الصعب قبوله نهائيا، لأني أنا عارفة إن المسيح هو الفادي، هو الملك، نزل وتجسد وتأنس وصلب من أجلنا عشان ما يتقالش إن الله كبير، الله أعظم من إنه ينزل ويتهان ويتعذب، عشان يقول للإنسان: أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا مبرر، أنا نزلت وعشت عشتك، ونزلت وعشت أسوأ عيشة، اتولدت في مزود بقر، اتولدت في وسط الحيوانات، اتولدت فقير، اتولدت كان ليا إنسان بيربيني كان عبارة عن شيخ، يعني يعتبر بمثابة جد، واشتغلت نجار، واتهنت واتشتمت من اليهود، واتضربت، وكنت بمشي واتصاحبت أو خليت ليا تلاميذ من الفقراء، ما جبتش حد، عشت عيشة الإنسان العادي، ما حتى ما بقتش ملك أرضي برغم إن أنا ملك السماء والأرض. وبتقول: بعد ما أنا خسرت بنتي بدأت إن أنا أبحث عن الإسلام وأقرأ عنه، إلا إني لقيت إن أنا مش قادرة أستغنى عن الكتاب المقدس وحبي. وهنا المفاجأة، بدأ يقترب الهدوء النفسي ليا، وأعرف إن دين المسيحي هو الدين الحقيقي. بنتي بتقول إن الإسلام ليس دين سيء كما يعتقد البعض، ولا هو دين عنف، بل بيوجد أشخاص هم اللي بيمارسوا العنف، بيستغلوا استغلال سيء للإسلام. فلا يبدو أن الإسلام مفيهوش قهر، ولا فيه استعباد، ولا فيه أي حاجة، ولكن هناك الأشخاص الذين يقومون باضطهاد المرأة. الإسلام هو ليس دينه عذاب، وليس دينه احتقارا للمرأة، ولكن وجدت أن الكتاب المقدس كتاب حي، كتاب به سلام لما تقراه. أما بالنسبة لكلام نبي الإسلام اللي كان بيحذر دايما من اضطهاد النساء، وكان بيعملهم معاملة حسنة، الأديان كلها جاءت من الهدف إن نوصل لربنا، يكون لينا علاقة مع ربنا، ولكن المجتمعات الخارجية اللي تمنع عدم التزام الحشمة للمرأة ليس عيب في الدين ذاته، بل هو عيب في الأشخاص. ولكن لما سألت بنتي وقلت لها: انت عايشه ازاي وايه اللي حصل لك لما رحت السعوديه وازاي كان جوزك بيعاملك، هنا كانت الصدمه للام والصدمه للبنت، حدث صدام غريب، وده اللي هنشوفه في الفيديو القادم. ماذا حدث للفتاة عندما تزوجت من شخص مسلم ودخلت وطن السعودية؟ ماذا وجدته؟ ولماذا عادت مرة أخرى لتفكر في العودة إلى الدين المسيحي؟ ده اللي هنشوفه وهنسمعه في الفيديو اللي جاي، فيديو حقيقي رائع وممتاز، وهتكون الصدمة للجميع لما نعرف السبب
الحقيقي في عودة كارين إلى المسيحية مرة أخرى وترك جوزها. وده لو انتوا فاكرين ان كان في بنت او امرأة ايطالية لما تزوجت ايضا وراحت عاشت في الريف في مصر وراحت راجعة تاني بولادها لايطاليا. بس المرة دي الامر كارثي وفي ذهول، وهنعرف الاسباب. منتظر تقول لي تعليقك ايه على الفيديو مهما كان، بدون اهانة وبدون تعليقات سلبية لأي دين، لأننا نحترم الكل. وإن كنت أنت كدين إسلامي لا تعترف بالمسيحية، عليك احترام المسيح. وكذلك المسيح إن كان لا يعترف بأديان أخرى، عليك احترام الآخر. كل الشكر، كل الحب مع مشترك القناة، قناة الملكة والأمير. ولو الفيديو عجبك أرجو الاشتراك في القناة. نهاركم جميل وسعيد، يا رب تكونوا سعداء، ويا رب دايما بخير وسعادة.